حد ياكل لي بس الصوت لو سمحتم. شايفين اكزامبل 9-3؟ طيب شايفينه ولا لا؟ بس حد ياكل لي الصوت لو سمحتم. حد ياكل لي الصوت لو سمحتم. مين معي واضح بس؟ الكل طيب ممتاز موجود. ممتاز. هسه في عندي اكزامبل هون، الاكزامبل هاد تمام، عم بقيم فيه تو alternative انا، تمام عم بقيم فيه تو alternative. اوكي، والالترناتيف هذول عباره عن ماتشولي اكسكلوسيف. طيب هون شو بحكي لك؟ طيب يقول لك هون فيرم از تراينج تو ديسايد تمام، اند تو ديفايس تمام، بده يختار بيناتهم. اوكي، بدي اختار ايش بيناتهم. طيب فالديفايس الاول اللي موجود معاه اللي هو ديفايس A، بيقول لك هون ريزلت ان انيوال سيفنج عباره عن $300 انيوال سيفنج تمام. والبي بيعطيك اللي هو بروفايد، يقول لك هون اوكي بروفايد كوست سيفنج عباره عن 400. طيب تمام، بس سيفنج ديكنايل 50 انيوالي. طيب يعني بده يكون كل سنه بده ينزل بمقدار 50. طيب هاي هيك وهكذا. هسه البريزنت كوست للتنين عباره عن 1000 تمام، يعني بوت ديفايس راح يكلفوا نفس الكلفه تمام. بده يشوف البنفيتس. البنفيتس الاولى معطيك اياها لاي، معطيك اياها كالتالي، بيعطيك اياها عباره عن ايش؟ عباره عن انيوتي، يعني الاي عباره عن انيوتي راح يجيك، يعني انت بدك تدفع 1000 تمام، وراح يجيك انيوتي سنوي مقداره 300. هاي بدك تدفع 1000 راح يجيك بنفيتس تمام، بس تزايدي هون، تزايدي اللي هي ايش؟ عباره عن جي اريثمتيك جريدينت تمام. بتبلش هو معطيني اياها، هاي مش تزايدي، هم بيعطيك اياها تناقصي، بتنزل كل سنة. أول سنة راح يكون مقدارها لو لاحظنا، يقول لك أول سنة هي عبارة عن 400، وبعدين بدها تصير 350 وهكذا نزول. أوكي، طبعا البروجكت هذا عمره عبارة عن 5 سنوات، والعندك المار عبارة عن إيش؟ 7%. طيب لو جيت هسا على البروجكت هذا بدي أقيم الاثنين مع بعض تمام. طبعا انا مش عم بشتغل على 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 الانكرمنتال اناليسيس، انا بتعامل على اساس كل واحد فيهم لحال تمام، ومفروض نحلها على اساس انه incremental analysis ما دام هي عباره عن ايش؟ عن benefit cost ratio. لكن خلينا نشوف بس هو الطريقه اللي اشتغل فيها. الاولى لما اشتغل فيها هو عباره عن benefit cost ratio تمام، كل بساطه اخذ البريزنت للكوست. ما هو انا في عندي benefit وفي عندي cost، الكوست عندي عباره عن 1000 جاهزه، طبعا هي عباره عن present worth وهي present worth. البريزنت worth للبنفيتس بدي احولها من انيوتي، بدي احولها لبي يوجد البريزنت تبعها تمام، فاخذ 300 في البي على ايه؟ 7% و5 سنوات، فبيطلع 1200 وايش؟ و30. فهذا الفاكتور عباره عن 1.23 تمام، اكبر من او يساوي 1 اكسبت هذا البروجكت تمام. لو كان هذا عباره عن سنجل، لكن هو بده يختار بين اثنين. طيب هسه بده يختار بين اثنين برضه بنفس الطريقه اللي هو الثاني، الثاني برضه عباره عن ايش؟ عباره عن جريدينت، فهي راح تكون عباره عن الجريدينت هاي تمام، راح يعملها بطريقه الانيوتي، يطرح منها الجي تمام، حتى يوجد ايش اللي هو الجريدينت اللي هو يعني قيمتها بتتناقص كل سنه تمام. البريزنت كوست برضه ظلت 1000 زي ما هي تحت، ظل معك ايش؟ المشكله الوحيده اللي تطلع البريزنت وورث لا 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 الارثمتيك هاي الموجوده معي جريدينت تمام، بس ايش؟ تتناقص، هي عباره اخذها عباره عن الاي ماينس الجي تمام. لما طلع الفاكتور هاي طلعت 1200 وكم؟ و58، يعني هاي بتصير 1258 على 1000 بتصير 1.26 تمام. هسه هو بيقول لك اذا انت مثلا بدك تعمل ماكسمايزيشن للبنفيت كوست ريشيو، السؤال هذا انه بيقول لك بدك تختار بيناتهم ماكسمايز للبنفيت كوست ريشيو، فانت فعليا مين اكبر؟ هاي 1.26 وهاي 1.23، فانت بدك تختار ايش؟ البي، على اساس انها ات ماكسمايز البنفيت كوست ريشيو. لكن
في هيك مسائل باعتبار انه هذا ماش هو الاكسكلوسيف ما بقدر احله زي هيك، لازم تحله من خلال انكريمنتال اناليسيس. تمام، لازم تحله من خلال انكريمنتال اناليسيس. لو بنفيت ماينس كوست بقول لك بتقدر تحله عادي. تمام، يعني كيف بنفيت ماينس كوست؟ يعني لو انا هذا ما دام هذول ماش هو الاكسكلوسيف، فانا شو بدي اساوي؟ بدي اجي على هون اجي اقول انا هو عباره عن البنفيت ماينس الكوست. البنفيت عندي 1230، الكوست عندي عباره عن 1000. تمام، وبالتالي هاي 230 هذا الاول. تمام، الثاني هون البنفيت ماينس الكوست عباره عن قديش؟ 1258 ماينس ال 1000، هاي عباره عن قديش؟ 258. مين الماكسيمم؟ هذا الماكسيمم، وبالتالي ايش؟ سلكت البي. ما في داعي اعمل انكريمنتال، بس اذا بده يستخدم البنفيت كوست ريشيو لازم يعمل انكريمنتال. تمام، ما بيصير يستخدم الطريقه هاي. طيب كيف نعمل انكريمنتال؟ هاي اخر شغله بدنا نعملها بنفس الطريقه اللي اشتغلنا فيها. ايش اللي اشتغلنا فيها؟ اللي هي الاي ار ار. اول شيء بدك تعمله انت، بدك تعمل يعني عندك كذا بروجكت، بدك توجد يعني خلينا نقول البروجكت هذول. طبعا هو مطلع البريزنت وورث، يعني مطلع البريزنت وورث للكوست لكل بروجكت. يعني البروجكت اي مطلع البريزنت وورث عباره عن 4000، والبريزنت بنفيت عباره عن ايش؟ 7000. يعني عند الزيرو الA عندك هون بنفيت، تمام، عباره عن ايش؟ البي تبعها عباره عن 7330، والكوست عباره عن قديش؟ عباره عن 4000. تمام؟ اوكي؟ طيب هسه بدل ما اعمل الشغله هاي اول شيء، بعد يعني لازم اعملهم بالطريقه هاي، بعدين شو يساوي؟ بدي يرتبهم. لما كنا نشتغل بالاي ار ار كنا نرتبهم بناء على ايش؟ على الاي، تصاعدين بناء على الاي. هون لا، بدك ترتبهم بناء على السي، السي للكوست كامل، تشمل الاوبريشن، تشمل الاشياء كلها حسب زي ما احنا حكينا. تمام، فانت بدك ترتبهم بناء على ايش؟ على الكوست. لما اجي ارتبهم طلعوا، طبعا هو بده يرجع يرتبهم، بس هون عندي 4000، عندي ايش؟ 2000، عندي 6000، وهكذا 1000. فهو اول شيء، اول خطوه هو بده يطلع البنفيت كوست ريشيو لكل واحد فيهم. ليش؟ عشان لو في واحد اقل من الـ من الـ من الواحد يستبعده، يستبعد هذا اللي 0.95. تمام، هاي واحد. طيب هسه لذلك بيقول لك هون ديسكارد اللي هو ايش؟ التيرناتيف اف. بعدين شو بدي اساوي؟ بدك تعمل يعني ترتبهم بناء على ايش؟ على الكوست. الكوست اول واحد مين؟ ال1000، هاي اقل شيء. بعدين بيجي ال2000 اللي هو بي، بعدين 4000، وهكذا تصاعديا بناء على ايش؟ على الكوست. هسه بس رتبهم بناء على الكوست، شو بده يساوي هسه؟ تمام؟ طبعا كل واحدة مع البنفيت تبعها، راح يصير معك هذا الريشيو. تمام؟ هسه شو بده يساوي؟ بده يعمل انكريمنتال، يعني بده ياخذ البي. تمام؟ هاي عندي، أنا عندي هاي دي وهاي البي. بده ياخذ ايش؟ يعمل تصفيات بيناتهم، يطلع الدلتا. تمام؟ دي بي هاي. تمام؟ اللي هو انكريمنتال دلتا بيناتهم. تمام؟ وبعدين اللي يطلع منهم يصفيه معي، خلينا نشتغل فيه مع بعض هون، نكون هيك خلصنا. بده يطلع الدلتا كوست. لما تاخذ هون البي ماينس دي، شو بده يصير؟ هون عباره عن اللي هو البي ماينس دي، الاكبر ماينس الاصغر. تمام؟ راح يصير 2000 ماينس 1000، راح يصير عباره عن 1000. ما ننسى انه كلهم عباره عن بريزنت وورث، فانا بقدر اطرح منهم واجمع عادي. تمام؟ البنفيت 4700 ناقص 1300 وشيء بيطلع 3300. إذا بدك تاخذ الريشيو دلتا بي على دلتا سي بيطلع 3 وايش؟ 3، أكبر من واحد، أكبر من واحد، معناتها بدك تاخذ الهاير كوست. تمام؟ معناتها مين اللي بده يفوز؟ اللي بده يفوز عندي هون البي. يعني معنى آخر إنه أنت الكوست الزيادة اللي الـ 1000 بين البي والدي، تمام؟ عم تعطيك خلينا نقول بنفيت كوست ريشيو أكبر من واحد، وبالتالي جاستيفايد، ما في مشكلة إن أنا أستثمر فيها. فانت فازت البي. هسه بدك تعمل ايش؟ بدك تعمل البي مع ايه هسه؟ لما تعمل البي مع ايه تطرح، طلع الفاكتور قديش؟ 1.32، برضه اكبر من واحد، معناته بيفوز الاي. الاي راح يفوز، تمام؟ طيب تعال هسه سي ماينس اي، لما عملت السي ماينس اي طلعت 0.7، اقل من واحد، معناته مين بده يفوز؟ مش يعني 6000 ما راح تفوز، اللي راح يفوز برضه ايش؟ الاي. تمام؟ هسه اخر خطوه بدك تطلع مين؟ الاي مع دي. لما تعمل الاي مع الاي بدك تشوف الفاكتور قديش طلع معك؟ طلع 0.33. تمام؟ معناتها اللي بيفوز الاقل كوست.
مش الاعلى كوست، مين الاقل كوست؟ اللي هو ايش؟ الاي. وبالتالي الاي تبعك هو ايش؟ هو اللي راح يفوز. واصل؟ طلعت هون لما اخذت الاي ماينس اي طلعت 0.33 اقل من واحد، تمام؟ وبالتالي ايش؟ بدك تاخذ اللي هو اقل كوست مش الاعلى كوست. مين الاقل كوست؟ اللي هو ايش؟ الاي. وبالتالي انت بالنهايه اللي فاز بالتصفيات هاي كلها عباره عن ايش؟ عن الاي. تمام؟ خليني بس اعمل، انا هيك خلصت، بس خليني اعمل الشغله هاي حتى انتم مره ثانيه تفهموا. اوكي؟ انا في عندي ايش؟ في عندي هاي اي تمام؟ والبي. اول شيء اثنين، هذا قديش الكوست تبعه؟ لا سوري مش الاي والبي، اول شيء اخذناه كان بناء على الكوست تبعي، عندي الدي وعندي البي تمام؟ هاي الكوست تبعه عباره عن 1000 وهذا الكوست تبعه عباره عن قديش؟ 2000 تمام؟ السي تبع الكوست. فلما انت هذا البروجكت وهذا البروجكت تمام؟ بدي اعمل تصفيات بيناتهم، طلعت الدلتا، الدلتا بي بنفت على الدلتا سي قديش طلعت؟ طلعت هون عباره عن 3.36. هذا اكبر من او يساوي ايش؟ اكبر من الواحد، معناتها باخذ الهاير كوست، مين الهاير كوست؟ اللي هو البي. طيب هسه البي بدي اشغلها مع مين؟ مع الاي. لما تروح البي مع الاي تمام؟ بدي اخذ بي مع اي، هاي بي مع الاي. الاي قديش الكوست تبعه؟ الكوست تبعه عباره عن 4000 تمام؟ فلما عملت الدلتا هاي طلعت الدلتا بي على الدلتا سي، قديش الفاكتور هذا طلع؟ اللي هو طلع عبارة عن 1.32، برضو أكبر من واحد، معناتها لا بستثمر في الأعلى، تأخذ الهاير كوست، تأخذ الـ A تمام؟ الـ A ترجع تعملها تصفيات مع مين؟ مع اللي بعديها، مع الـ C. الـ C هاي 6000 تمام؟ لما أخذت دلتا B هون، دلتا B على دلتا C، قديش طلعت هون؟ طلعت عبارة عن قديش؟ عن 0.7 تقريبا تمام؟ أقل من واحد، معناتها ما بستثمر في الأعلى، بستثمر في الأقل تمام؟ مين الاقل؟ اللي هو ايه؟ السي ما بتاخذها، وبعدين بترجع تاخذ ايه مع اللي بعدي وهكذا. اوكي؟ هذا بعملها بس لما يكون عندي مالتيبل بروجكت وماتشولي اكسكلوسيف. تمام؟ بشتغل بالطريقه هاي. انا هيك بكون خلصت الجزئيه هاي، خلصت درس اليوم. تمام؟ خليني اطلع هسه اخذ شير سكرين ونحكي بالكويز. طيب شباب صبايا، كيف علامات التوجيه اول شيء؟ في حدا عندهم بالتسعينات؟ نعم دكتور، صوتك مش واضح. بحكي لكم، في حدا عنده بالتسعينات اليوم توجيهي؟ في واحد 90. طب ممتاز. بس يعني المعدلات بشكل عام عاليه ولا نازله؟ أنا 97 و 7 ما شاء الله ما شاء الله. يعني بشكل عام العلامات عالية ولا نازلة؟ يعني قصدي الهندسة عالية النجاح عالي بس الميات مش كثير نفس السنة الماضية، يعني ما فيش حدا جاب 100 أصلا. بطل في موضوع المية هاي. هو المشكلة المعدلات لما تكون عالية بصير القبول بالجامعة يعني بيرتفع كثير. تمام؟ أنا عمل العكس، رفعوا نسبة النجاح صارت أعلى، يعني الطالب اللي كان متوقع راسه طلع ناجح. ممتاز ممتاز. طيب أنا بدي أحكي شغلة، أنا ضايل معي محاضرة واحدة بكرة بعطيكم إياها على الديبريشيشن تمام؟ بس أنا يعني امبارح في حدا جاب 20 بالكوز؟ 20 من 20؟ لا أنا دكتور، أنا بالصفر. مين اللي جاب 20؟ أنس. لا لا ما أتوقع حدا جاب 20. أنس 20. يا أنس كيف الكوز يا أنس بأمانة؟ كيف جبت ال 20؟ صراحة دكتور في سؤال، يعني في سؤال كان نوعا ما حظ، يعني السؤال اللي هو كان عندك على البريزنت وورث أجاكم صح؟ صح؟ كيف كان السؤال؟ بكل بساطة زي هيك، هو عبارة عن سنة، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، صح؟ شو هيك كان؟
أعطيتك I وأعطيتك هون الكوست على 5 سنوات صح؟ صح؟ أعطيتك I C وأعطيتك هون الريفينيو أعطيتك يا بس على 3 سنوات وأعطيتك هون السالفج فاليو صح؟ صعب يا مروة السؤال هذا؟ لا دكتور، بس المشكلة كان أو بعرفش إذا كان نماذج، كان السؤال الصعب عندي بالأول، ضيعت الوقت كله على السؤال الأول. طب قديش أخذت وقت يا أنس؟ أنس يا دكتور قديش أخذت وقت أنت من 20 دقيقة؟ قديش أخذت؟ أخذتهم كاملين صراحة. قديش أخذت من 20 دقيقة الوقت؟ كاملين كلهم، يعني ما يدوب. قديش أخذت وقت أنت؟ أخذت 20 دقيقة؟ بقول لك أخذتهم كاملين. أخذتهم كاملين. طيب أنا اللي بدي أحكيه، أنتوا إيش اللي ترك بالسؤال هذا؟ إيش اللي ترك؟ إيش اللي ترك يا حسان؟ هذا زي اللي أخذناه بالإكزامبل؟ دكتور ما أجاني شو اسمه هذا السؤال، أجاني كان السؤال الثاني. مش مشكلة، بس أنا بس الأول. أنا بس امشي معي، بس خلينا بالسؤال هذا عشان ما لا هذا سهل دكتور، بس لا بس هذا في ترك، بس هذا في ترك. تعرف شو الترك؟ أنا لما أعطيتك إياه بالإكزامبل بعطيك إياه زي هيك، بعطيك البنفيت من الواحد لغاية آخر العمر. هون لا ما أعطيتك إياه، أعطيتك بس 3 سنوات. طبعا أنا الجواب هذا إذا أنت حليت بالطريقة هاي راح تلاقيه موجود، بس هو غلط. أنا حليته بالطريقة هاي لأنه بعرف إنه 50% من كورة حيحلها بالطريقة هاي، وراح تحله وراح يلاقي الجواب وتعمل أوكي وظلك ماشي. بس هذا غلط، لأنه أنت البنفيتس تبعك أو الريفينيو هاي لما هاي أنيوتي صح راح تطلع موجود عندك قبليها بسنة هون، هاي البي تبعها، وبعدين بدك تنقلها للزيرو. تاخذ البي هاي تقسمها على 1 زائد اي اس 1. اذا ما عملت الحركه هاي بيطلع معك الجواب غلط. صعب السؤال هذا؟ مش صعب، بس هذا كله على ماده قبل المد. اذا انت ضعيف فيها، ولذلك انا حكيت لكم الشغله هاي راح اعطيكم محاضره كامله انا عن القصه هاي. تمام؟ طب مين جاب 10؟ مين جاب 10؟ في ناس جابت 10، وفي ناس جابت، في أنس بس جاب 20. تمام؟ فأنا بصراحة حيرتوني، يعني كيف نضبطكم يعني؟ شو رأيكم شو نعمل؟ حدا حاب يعيد الكوز؟ أو يا ريت دكتور عيده. ممكن نعيد دكتور. يعني انا اعطيتكم 20 دقيقه واصل انت. هذا السؤال الصعب اللي بتحكي فيه، هذا هو السؤال الصعب دكتور. هسه فيش وقت نعيد وما نعيد، بدنا حل يعني، نظبط العلامات، بس ما ضلش وقت يعني. انا بكره عندي فاينل بالجامعه، والاسبوع الجاي راح نبلش دكتور فاينل. الفاينل بلش والدكاتره كلهم ضاغطيننا حسب الهوموركات، ما في معنا وقت نهائيا. يعني انا بس بدي احكي للسؤال هذا، بس اللي حكيته سؤال صعب صح؟ شو السؤال هذا؟ كيف بنحل هذا يا أنس؟ دكتور أنا كنت يعني فكرت فيه بطريقة معينة، تمام؟ إنه إحنا ننقل السي عند الآي نجمعها. إحنا هاي السي هي كوست صح؟ لازم إحنا لما نشتغل بالإي آر آر أنت بدك تطلع معك تنتين، بدك تشون الفيوتشر هاي. فيوتشر إيش هاي؟ ريفينيو. الفيوتشر عند 5، والكوست اللي عندك اللي هو هاي بدك تكون بريزنت سي من الكوست. فهاي بدك تنقلها لوين؟ لهون عند اي زيرو. هاي راح تكون عباره عن الاي زائد سي على 1 زائد اي صح؟ اس 3 سنوات. هيك طلعت هاي. طب الفيوتشر هاي شو بدها تساوي؟ الاس زائد البي بايش؟ 1 زائد اي. كم سنه نقلتها؟ 1 2 3 3 سنوات صح؟ صح ولا لا؟
هسا صح. انت الاي ار ار اللي هو الفاكتور تبعك انت بتعرف انه ايش الاف ار بتساوي عباره عن البي سي الموجود معك صح في واحد زائد ان اي تمام اللي هي اي ار ار اللي انت او اي ستار اعتبرها تمام وعندك عباره عن 5 سنوات المجهول الواحد هو عباره عن البي صح بس هذا هو يعني بتعوض هون بيطلع معك المجهول الوحيد هو البي انا مش راح اخذ حضور غياب اليوم لانه توجيهي وما في نت والقصه هاي كلها فحرام ان انا اخذ حضور غياب اوكي بس انا بدي تعطوني طريقه حتى يعني مين اللي حاب مثلا ياخذ الكوز الكوز طبعا اذا بده يكون ماكسيمم بده يكون الاربعاء او الخميس مين اللي حاب ان احنا يعني خلينا نقول نحط ويت اكبر على على الهوموركات يعني انا مثلا في عندي 5 حضور غياب انا في عندي هسه 20 علامه تمام في عندي اللي هو حضور غياب تمام هاي عباره عن 5% وفي عندي هومورك دكتور خلي الحضور بس. خلي الحضور والغياب اعلى من 5 ما حضور غياب والهوموركات يا دكتور يعني حضور غياب حضور غياب على الحضور الغياب يعني مش منطق لما تشتغل هومورك اشتغلت بيدك لما تشتغل كويز طيب في كثير في كثير ناس اللي حضر اللي حضر غير اللي ما حضر اللي حضر غير اللي ما حضر بس انا بديك تحضر وتستفيد وتفهم مش تحضر وخلاص انا كبدا قيمك من خلال هومورك او الكوزات طيب كمان واحد مهتم افرض واحد مهتم بس ما زبطت معه بالكوزات ايش بده يعمل ما هو ليش ما زبطت يعني بالنهاية أنت لما تحضر محاضرة وتدرس الامتحان المفروض تضبط عادي أنت بتعرف يعني أنت دارس كل امتحان له ظرفه أو كل حتى لو كويز له ظرفه احنا أعطينا من أنا بحكي شغلة هسا أنا بدي أحكي شغلة مثلا هموركات بتحبوا نعملها 10% ونحط 5 على الكوزات يا ريت والله يا ريت بشوف هذا مناسب دكتور ترى الهوموركات انتم مش كثير برضو يعني انتم في كثير هوموركات ما سلمتوهم هذا اللي انا يعني بصير انا محتار يعني خلي على الحضور اكثر انا بعطي بتعطي هومورك مش عم بيسلم دكتور طيب انا مثلا راح علي هوموركات بس كوزات كويس مثلا لا انا راح اعطي خلينا احكي شغله راح اعطي هوموركات عليه 10% تمام بس اللي ما سلم يسلم دكتور طب الهوموركات الجديد زيد عليها النسبة كونه ظل واحد مثلا وبعده في لي وقت انا الهوموركات انا كنت بدي اعطيكم يعني 10 على الكوزات و5 هوموركات او 8 ب6 ان شاء الله زي هيك بس هسه علاماتكم بتخليني لا انه انا امشي باتجاه ان انا اخلي الكوزات اقل علامه حتى انتم ما تتضرروا تمام لكن بالنهايه الاسئله 5 حضور 5 كويز و10 هوموركس اول شيء هيك دكتور ايش 5 كوزات و5 حضور والعشرة أمور. هيك على أول شيء اشتغلنا لو قلت لكم. مهندس. يعني أنا شايف إنه الأغلب بيحضر. يعني معاك هسه 13 طالب واليوم توجيهي بس الأغلب كان يحضر بالأيام العادية. يعني لو تخلي على الحضور 7 مثلاً هوموركات 7 وتخلي 5 كوزات أو مثلاً 7 ب8 أنت كيف بدك تعملهم اعملهم. يعني بتحكي عن مثلا 7 8 مثلا 7 حضور وغياب 8 هوم وركات و5 كويزز شو رايك انا بشوف مثل ما حكيت انه 5 حضور و10 هوم وورك و5 كويزات لانه فعليا انت بالهوم وورك يعني الكويزات بتاعك يعني تشتغل بينما انت يعني بالحضور بس انت يعني بتيجي ممكن يعني تكون يعني انا بحكي زي هيك انه انت يعني عداله تقتضي انك تاخذ علامه على شيء اشتغلته انت مهندس شو نسبه الحضور عندك انت اللي بتاخذ حضور غياب انت شو شايف يعني تقعد 3-4 ساعات وتحل فيه تمام والله في ناس تعرف اذا بحط 7 علامات على الحضور غياب يعني بنفلم لانه باخذ زيرو هو ما حضر ولا محاضره هذا لازم ينحرم لكن بنقول اذا نجح في الامتحان خليه ينجح الله لا يرده بس انا في شغله انا في شغله في حدا يعني في نسبه حدا بده يعمل كوز بده يعيد الكوز دكتور ما ضلش وقت يعني سيدي ما في مشكله في حدا بس اسمعني بس انت في حدا يعني بمعنى اخر ياخذ كوز وانا مثلا بس انا اعطيك الفكره هاي ياخذ كوز يكون كوز عباره عن سؤال واحد تمام واخذ على كوزين واحد اشطبه
شو رايكم؟ سو دكتور مش مشكله بنعيد، بس برضه خايفين الصراحه مش رح نقدر نرجع ندرس كمان مره، فخايفين بتكتب كويس ولا ما تجيب علامات. انا اللي انا لازم تثقوا فيه حتى بالفاينل، شوف هنا بحكي الصدق تمام، بالفاينل زي المد راح يكون في اسئله يعني بتطلع السؤال تعرف الجواب اذا انت قاري النوت، في اسئله زي الاكزامبل نسخ لصق، وفي اسئله افكار انه انا بدي زي ما انا ورجيتك، يعني هاي فكرتين. يعني انا لما اعطيتكم الاكزامبل هذا اللي انا ورجيتكم اياه الاي ار ار تمام، كان المطلوب انه انت تحسب الاي ار ار اللي هو الاي، انا ما طلبت منك الاي بس اللهم انه ايش طلبت منك البي، بس هو بيفرق لو انا طلبت منك الاي ولا طلبت منك البي ولا طلبت منك الاس ولا طلبت منك الاي، شو بيفرق؟ بيفرقش، نفس الحل، بس انا بدي اشوف انت مبرمج قاعد تحفظ حافظ وتشتغل ولا انت فاهم. دكتور هي ماده المد داخل معنا بالفاينل؟ داخل فاينل، بده يكون كل شيء، كل شيء انت اخذته داخل معك بالفاينل، لكن التركيز التركيز دائما بيكون بريشيو 70% 30%، فهم لك بالطريقه هاي يعني 70 75، بس المد داخل. فانا اللي بقصده يعني بدك انت تهتم، بدك تهتم بدكو يعني نرجع، والله يا دكتور انا في عندي مشكله بالجزئيه معينه، كيف انا اتعامل مع الكاش فلو كيف كذا، بعطيك محاضره واثنين وثلاث قبل ليله الامتحان، مستعد اعطيك محاضره عادي، لكن الامتحان بده يكون زي ما حكيت لكم، في شيء بالنظر تطلع عليه بتجاوبه، في شيء لا بدك يعني زي الاكزامبلز اكزاكتلي، في شيء لا يعني في فكره شوي، في شيء فكره يعني عشان اميز، انا كيف بدي اميز اللي جاب 20 اليوم من اللي جاب 10 من اللي جاب 0، بدك تميزه. بس بالكويز انا محصور بعدد الاسئله، انا في عندي سؤال او سؤالين، ما عندي اسئله كثير، واصل؟ فانا زي ما حكيت لكم بتكون اعطيكم كويز مثلا تاخذه، والكويز هذا نعمله على شو اسمه، انا جاهز يعني مثلا سمع. انا في عندي يعني ثلاث كويزات تمام، اخذ على اثنين، يعني انت اي اثنين بتجي فيهم اعلى شيء باخذهم، والثالث بستناك كانه انت ما اخذته. بتقول لا نخلينا 7 8 5، ما عنديش مشكله، ايش الشيء اللي بدكم اياه؟ مهندس كم واحد عندهم مشكله بسلافه الحضور انت عندك على الكشف؟ والله في يعني في 3 4 يعني زي ما قلت لك راح ياخذ اصفار، هو اللي ما بيحضر يعني هذا خلص يعني هو فعليا مش راح ينجح تمام. طب هسه هل هذول مش معناته مش هل... بس هو فعليا مش راح يجيب علامات يعني. هسه هم ما بيحضروا صح؟ هسه هم لو اجيت تحسب على الكوزات، كوزاتهم هاي امورهم كويسه يعني؟ كوزات وهوم وركات؟ والله شوف انا اكون صادق معك، انا شو بساوي؟ لما باجي بصلح بنسى الاسم، لما بوضع علامات بحط الاسم على جنب، واصل؟ على اساس ما يكون في بايز، خلاص مين اسمه شو رقم الجامعي ماليش دخل فيه، سلم هوم ورك اخذ علامته، شو جاب بالكوز اخذها، ما 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 بدخل والله هو شو وضعه شو كذا، بالنهاية على التجميع ببين. طيب خلاص أنا شايف 7 حضور 8 هوم وركات و5 كوزات، لأن الكوزات الأغلب سيء وضعه فيها صراحة دكتور. أنا بليز أنا رأيي إنه نعيده صراحة دكتور، نعطي حالنا فرصة تانية. طيب يعني كونه كثير يمكن يمكن أعتقد الأغلب جايب زيرو، يمكن أنا بالنسبة لي جبت زيرو، فعشان هيك لا مش الاغلب انه كثير في ناس جايبين زيرو، بس مش الاغلب يعني في يجوز 10 يعني 15 شغله تقريبا زي هيك جايبين يعني ما جابوا ولا سؤال تمام. صار هو يعني بس في واحد جايب 20 وفي عشرات، بس انا مش هون الفكره انا اللي بيحب، وانا برجع بقول لكم بقدم، انت مش يعني ما دام صار هو الكويز اوبشنال بدك تدرس وتقدم اهلا وسهلا، ما بدك براحتك، انا راح اعطي سؤال واحد و10 دقائق، هي فرصة أخيرة. إذا كنت جايب أنت بالكوز الأول مزبط جايب 8 أو 9 وجبت بالكوز هاد خلينا نقول برضو 8، ما هو يا 10 يا 0، هاي المشكلة مش عارف، أنا بدي أحاول أخليه يعني خلينا نقول أخليه يعني يكون نفس السؤال بس على 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 دائرتين تمام، بحيث أنه أنت تأخذ الـ يعني يا 5 يا 10 الطريقة هاي. هسه اوبشنال اللي بده
بيضبط بعدل على تركوز اللي اخذه زيرو، اللي ما بده براحته ما في مشكله. طب واللي ما بده كيف راح يصير يتقيم؟ ايش يعني قديش ال... اعلى كوزين يعني انت بتكون ماخذ كوزين واحد زيرو والثاني شو اسمه؟ مش انا بس، في كثير كوزاتهم سيئه يعني. انا شو كوزاتي 3-0؟ ما انا بحكي لك، انا بحكي لك بشكل عام. انا هو الخيار كالتالي، علامه الكوز، علامه الكوز ممكن انك تاخذ انت اعلى اثنين، تمام، اعلى اثنين زي ما يطلعوا، تمام. بس رديت باخذ اثنين زي ما هم. هسا لو انا اخذت زي ما هم، لسه انا ما حكيت على على الريشيو قديش بده يكون علامه الكوز، الخمسه ولا مثلا سبعه؟ والله يا ريت ظل خمسه دكتور على الكوزات، بس خمسه على الكوزات، وخلي العلامه الثانيه هوم وورك وحضور غياب. طيب انا راح اعمل كوز، والكوز اوبشنال، تمام. راح يكون الكوز الخميس المساء، لانه هذا اخر دكتور انت ماشي اعطينا كوز، بس اعطينا انه قلل الماده تبعت الكوز، يعني احنا ما فيش عندنا من المشكله، لانه الماده نفس الماده انت اخذت ست طرق حتى تتعامل مع الكاش فلو، ست طرق صح حتى تتعامل مع البروجكت سنجل، ما راح ادخل حتى الاندبندنت ولا راح ادخل البوند، بس سنجل، سواء بريزنت وورث فيوتشر وورث انيوال وورث، تمام. واخذت اللي هو خلينا نقول اللي هو تبع التايم هاي اللي هي الديسكاونت بيريود، وال يعني الخمس طرق اللي احنا حكينا فيهم، والاي ار ار والاي ار ار، هذول الطرق اللي اخذناهم، تمام. راح يكون الكوز راح يجيك طريقه واحده منهم. هسه بناء على علامه الكوز، تمام، انا بحدد الريشيو، بحدد الريشيو، بس غالبا يعني بنحكي يا خمسة يا سبعة، يعني يا اما يكون الكوزات، تمام، سبعة سبعة او سبعة ثمانية بالطريقة هاي، والحضور غياب خمسة، او بدي اشوف انا كيف الوضع، بس بالنهاية يعني غالبا لمصلحة الجميع انا راح اشوف، بس انا حابب تاخذ الكوز اساس اللي اخذ زيرو، تمام، يعدل علامة الكوز، هو اوبشنال، انت مقتنع بكوزاتك راح تضلها زي ما هي. الاقتراح اللي قلته مناسب للكل، لان انا مرات بشوف الرقم انه عدد مليح اللي بيحضر، يعني ما راح تظلم كثير، يعني قلت لك هي بتفرق علامتين مش راح تكون الفرق كبير، بس انا 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 حابب تضبطوا علامه الكوزات، يعني لو خمسه انت بتجيب منهم واحد، لا اجيب منهم ثلاث، هيك الفكره. اه تمام، هسه الكوز اوبشنال هذا بنعمله، تمام، بس انا قصدي عم بحكي انه خلص سبعة حضور. طيب خلينا انا اليوم لانه العدد مش كامل، خلينا نحكي بالديستريبيوشن يوم الاربعاء، تمام. ما كمان بيردوش الصبح، خلص مش مشكله، ماشي الاربعاء، بس زي ما حكينا هو راح يكون يا 5 10 5 يا 7 8 يعني 5، والله مش عارف شو بده، يعني بالطريقه هاي، يعني الكوزات يعني ما راح يكون اكثر من ستة، بس انا بدل ما انت جايب اثنين او ثلاثة من ستة، جيب يا سيدي اربعة ناح، لو ضبط بالكوز الثاني بتكون انت اخذت علامته كاملة، والكوز الاول يعني كنتم مضبطين فيه، مش ولا يعني في نسبة كبيرة كانوا مضبطين، يعني اقل واحد يعني كان الافرج في حدود الخمسة ستة، واصل؟ ف يعني راح يكون زي هيك، راح يكون عبارة عن سؤال واحد الكوز يوم الخميس، تمام، لمارق ومروه، واوبشنال وبنفس الموعد راح يكون الساعه 8:30. عشان طيب يعني ما ممكن اخذ منك كلام؟ احكي انه تعطينا سجستد بروبلم للفاينل لكل شابتر، ممكن دكتور يعني يا ريت. انا 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 اعطيتكم هوم ورك صح؟ في منكم راجعني بالهوم وركس وقال لي دكتور كذا وهاي هيك، حاولت احلها وطلع معي غلط. في منكم من الطلاب بيعملوا زي هيك؟ انس كذا مره حكيت معي انت صح؟ صح انس؟ نروح صحيح دكتور، وعندي كمان سؤال. يعني انس في واحد من الاسئله بيقول لي والله انا يا اما انا فاهم شيء غلط يا اما السؤال هذا محله غلط. لو ما حلينا مع بعض طلع هو يعني فاهم الموضوع، يعني جزئيه معينه كان فاهمها غلط. بس هو ما دام فهمها لما اجيته بالامتحان بده يحلها. انا الهوم وركس اللي اعطيتكم اياه، انا بختار الهوم ورك، بختار الهوم ورك بطريقه ايش؟ بطريقه يعني خلينا نقول انه انا ما بعطيك سؤال مكرر، لا بعطيك بيكون فيه فكره،
انت تحلها، ومع ذلك انا اعطيكم، بس ما تتوقع انه يجيك نفس السؤال، مستحيل هذا. ما انا معطيك المانيوال، اعطيك نفس السؤال. يعني انا السؤال اللي قبل هذا بالله عليك وشو فرق؟ يعني شو كان الفرق بالسؤال؟ بس بدل ما انا معطيك اياه على 5 سنوات اعطيتك اياه على 2 او على 3 سنوات، تتخربط كل فهمك. ما هي انيوتي، طلع البي تبعها ونقول هل البي الزيرو انتهى، هذا كل السؤال واصل. فانا راح اعطيكم اسئله تمام باخر محاضره يوم الاربعاء، نحل اسئله ونحل افكار حتى من جزء، بس ما تتوقع زي ما حكيت لك لا. يعني انا بعطي نفسي، يعني صدقوني انا لما فتحت حتى وضعت الكوز من النوتس، حتى والله ما رحت على الكتاب، قلت انا اعطيتهم الكوز هذا كان هذا اللي هو الاكزامبل، شرحنا اكزامبل كان زي هذا بس كله، قلت خلاص خلينا نعمل اسكاء عن 2 شوف هم راح يفهموا الشغله هاي ولا لا، راح يمر عليهم التريك هذا ولا لا. الاغلب ما مر عليه التريك، ليش؟ لانه في صعوبه بالتعامل مع الكاش فلو، وهاي هي البوتل نيك. انت فاهم كيف تعمل انكريمنتال اناليسيس، فاهم كيف تعمل مثلا تتعامل مع الماش والاكسكلوسيف، فاهم كيف تتعامل كذا، لكن لما يعطيك كاش فلو مشكلتك كيف تطلع البي، هاي صارت مشكلتك. يعني ماده النت كيف تطلع النت لكاش فلو، هاي هي صارت المشكله، وانا متاكد القضيه هاي. يعني فزي ما حكيت لكم انا الاربعاء ان شاء الله اذا صح لي بحاول اجهز بعض الاسئله والاكزامبلز اللي نمشي نحاول نغطي اكبر قدر من الافكار، لكن انا ما بديك تحفظ، هاي هي المشكله، ما بديك تحفظ، بدك تكون فاهم شو ما لعب لك بالسؤال ما بهمه، لانه اللي فاهم ما بهمه، واصل؟ فيعني بتمونوا ان شاء الله، بنجهز اسئله وبنحاول نحلهم، لكن انا زي ما حكيت رغم انه بنجهز له وبنحلهم وكذا، اذا انت ما طبقت بيدك على الفاضي، على الفاضي بدك انت تطبق بيدك، لانه بتطبق راح تغلط، وبعدين تعرف ان الجواب طلع غلط، بعدين ترجع تقول ليش طلع معي غلط، ترجع تحله ويطلع معك صح، لما يطلع معك صح جاك بالامتحان بتحله. لان انا حكيت لك انا بوضع الكوز او الامتحان بحله 2-3، يعني الكوز هذا قعدت 2 وانا اوضعه، مش انه كذا، لان بحله مره ومرتين وثلاث، لو غلط راح يجيك زي هيك، فانت دائما شو ما غلطت بتلاقي الجواب موجود. انا هيك صار معي بالكوز، انا هيك صار معي بالكوز، مثلا سؤال اول ضليت 3 ساعة كل ما أحل بلاقي الإجابة موجودة، برجع أخربط زي هيك كله موجود. أنت شو ما حليت راح تلاقي الجواب موجود. يعني أنا شوف افترضت، شوف كيف أنا بفكر، قلت والله في طلاب راح يجي على طول، هو حافظ الفاكتور راح ياخذ الفاكتور اللي على 5 سنوات، يعني راح يصير يضرب البي الموجودة معه، يضربها هون في البي على إيه تمام أنيوتي، وأخذها عبارة عن مثلا الآي وخمس سنوات، وإذا عمل زي هيك راح يطلع مع الجواب غلط، لأنه هي عندك هاي على 3 سنوات، فيضربها 3 وبعدين ينقلها، يضربها إيش بيصير إيش ينقلها، بس هاي هي. إذا أنت غلطت زي هيك راح تلاقي الجواب، غلطت بالطريقة الثانية راح تلاقي الجواب. هو مش الغلط، ما أنا قاعد إن أنا يعني أنا زي ما أقول بتحداكم أو لا، والله العظيم هذا الشيء لا هو موجود، ولا أتمنى أنا للجميع وأقسم بالله يأخذ علامة كاملة، وأنا بتضايقت امبارح جد تضايقت صدقا، يعني اكثر منك ان انت تاخذ زيرو، انا اتضايقت 10 مرات. معقول طالب مثلا بيجي بدرس اسبوع يعني، بس انا متاكد انه انتم ما درستوا الا قبل يعني قبل يوم الامتحان، ويمكن بيوم او اكثر، وهي 6 طرق. انا الغرض الكوز بديك تدرس على اساس لما يجيك الفاينل تمام بتكون انت مخلص الماده درسها، دارس ماده الامتحان، ما تتغلب وتاخذ علامه. فنلتقي ان شاء الله غدا، الوقت خلص. الاربعاء زي ما حكينا بنحاول نحكي بالعلامات والديستريبيوشن، ثق تماما انك راح تاخذ افضل ديستريبيوشن لاغلبيه الطلاب، مش لواحد على حساب واحد تمام. لكن انا شو ما قدرت اساعدك انت بدك تساعد حالك، ادرس ادرس ادرس، واصل؟ في عندك مشكله احكي معي باي وقت، انا في ناس ورا بيتواصلوا معي الساعه 11 بالليل، الساعه كذا بيقول لي هيك ما طلع معي، شو احلها؟ بجاوب عليه، لانه طالب وحقه يلاقي الجواب. فراح يقطع الزوم هسه، وزي ما حكيت لكم ذكروني الاربعاء موضوع الديستريبيوشن اذا انا نسيت تمام نحكي فيه. كويز راح يكون يوم الخميس، راح اعطيه انا اوبشنال
انت هتقدمه.